بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عليه وصحبه وسلم أجمعين. هنتكلم دلوقتي عن اليونيكود كاركترز. طبعا احنا مش هنتطرق لمسألة اليونيكود، الترميز والكاركتر سيتس اللي موجودة في العالم، بس احنا محتاجين نوضح حاجة بسيطة جدا. طبعا يعني أكيد معظم الناس في عالم الحاسب الآلي عارفها، وهي إنه اللغات بتصنف اما سنجل بايت كاركترز او مالتي بايت كاركترز، لانه الكاركتر الواحد او الحرف الواحد او الرمز الواحد في اللغه اما يمثل بسنجل بايت او يمثل بمالتي بايت. البايت طبعا 8 بيتس، يعني معاك لغايه تقريبا 256 حرف. فمش هنخوض في جزئيه السنجل بايت والمالتي بايت قوي، لكن طبعا حضراتكم كلكم عارفين نظام الشفرة الموحدة او اليونيكود. اليونيكود طبعا اللي احنا بنشوفه دايما في اختصارات زي UTF-8 UTF-16 UTF-32، كاركتر ست كبيرة جدا بتحتوي على مجموعة كبيرة جدا من الرموز لاغلب اللغات اللي موجودة في العالم، نقدر نستخدمها علشان لما نكتب رمز معين على طول الماشين تفهم ان هو ده الرمز المراد وضعه او رؤيته، فبالتالي تديني الاكوفلنت ليه. طبعا كل رمز من دول، كل حرف من دول بيمثلوا رمز معين، وبالتالي احنا بقى لما نيجي مثلا ان يدور على سبيل المثال في لغات مثلا زي اللغات العربية او اللغات مثلا اللي فيها الاكسون زي الفرنش مثلا، مع ان انا معرفش حاجة عنها بأمانة الله خالص يعني، او زي الروسي او زي مثلا الالماني، بيبقى في مجموعة من الحروف احنا بنشوفها غريبة شوية. طبعا هي الاهل للغة نفسها، حرف طبيعي جدا. فبالتالي مثلا لو شفنا حروف زي الحروف اللاتيه، تعال نشوف مع بعض مثلا كده ال ال الكاركتر كاركترز يوني كود او ايه اليوني كود ماب. شوفوا كده التيبل ده معايا مثلا، هتلاقوا هنا ان ده unicodetable.com. لو احنا مثلا قلنا عايزين حرف زي الحرف ده، ولنفترض في لغة ما كده بالمنظر ده، فانا هنا عندي كده unicode number بتاعه. طبعا احيانا بيبقى صعب ان انت تصرش على طول مباشرة في regular expression باستخدام الرموز دي، لانه انت في الغالب شغال بsingle byte mode. فبالتالي انت ممكن تقول للانجن بتاعتك اللي انت هتشتغل unicode وتستخدم معاها ميتا كاركتر معينه علشان نقدر نريبريزنت اليونيكودز دي. فبالتالي مثلا انا لو عايز اقول مثلا ان في كلمه زي كافيه دي مثلا بتنتهي زي ما حضراتكم عارفين بحرف الاي العاديه او الاي اللي هي مثلا دي، ونفترض والله انا بصراحه ربنا ما عارف هي بتنتهي بدي ولا بدي، بامان الله عشان ما اكذبش عليكم يعني، بس لو هي دي مثلا عشان انا فعلا مش ضريح خالص في اللغات الاخرى. فنفترض مثلا ان انا عايز ادور على كلمة كافيه بالمنظر ده كده، فاكيد طبعا هقول كافيه وهنا عندي اي، طبعا دي الاي اللي انا بدور عليها، بس قد تكون مكتوبة كافيه بالمنظر ده. تعالى ناخد الكاركتر نفسه اهو كوبي ونحطه هنا مثلا كده بالمنظر ده كده. انا بقى دلوقتي عايز اماتش الاثنين سواء دي او دي. في الحالة دي بقى أنا ببساطة شديدة جدا ممكن أستخدم اليونيكود هنا، وهو إن أنا أستخدم هنا أور وأقول باك سلاش. طبعا بالنسبة للبي اتش بي تختلف عن جافا سكريبت، إحنا طبعا هنشتغل بي اتش بي، فهنقول إكس فور يونيكود وبعدين هقوم فاتح هنا اتنين كيرلي بريسز، هكتب بقى فيهم الإيه الأربع حروف دول، لأن الأربع حروف دول بعد اليو بلس هم اليونيكود نمبر بتاع الحرف نفسه. طبعا ده هيكس ديسيمال، فبالتالي لو حطيته هنا بالمنظر ده كده شوفوا معايا بقى جاب لي كافيه، ولو حطيت جلوبال يعني جي يعني جلوبالي هيجيب لي برضو ايه كافيه. فبالتالي هنا انا قدرت ان انا ادور باستخدام حرف الاي العادي وباستخدام اليونيكود او الشفره الموحده في البي اتش بي. انا طبعا بقوم كاتب باك سلاش اكس وبعدين بحط ما بين اتنين كيرلي بريك الكيرلي بريسز وكيرلي براكتس انا اسف الاربع رموز اللي هم الرقم اليونيكود بتاع الحرف اللي انت شغال عليه.
هنا في الجافا سكريبت العمليه بتختلف شويه، لان انت هنا بتيجي بتقول مثلا لا يو، وهشيل انا ايه، هشيل ده خالص كده. فهنا في الجافا سكريبت مختلفه شويه، انا بقول ايه باك سلاش يو، وبعدين بحط على طول الاربع ارقام بتوعي اللي هم الهكس ديسمال. طبعا ارقام الهكس ديسمال بتبدا من صفر الى اف، يعني من صفر الى تسعه ومن ايه الى اف، اللي هو نظام العد السادس عشر اللي هو ايه 16 رقم. وبالتالي احنا هنا نقدر ببساطه جدا ان احنا ندور على كاركترز داخله في منظومه اليونيكود بتاعتي. ممكن تكون مثلا عربيه على سبيل المثال، يعني مثلا اقول والله ده انا بدور مثلا على كلمه احمد او محمد، فاقول مثلا والله ده انا عندي هنا احمد كده او محمد بالمنظر ده كده. طبعا حضراتكم عارفين انتوا لو جيت هنا كتبت محمد على طول هيجيب لي ماتش، ولو كتبت احمد على طول هيجيب لي ماتش. طب ايه رايكم كده نستخدم بعض الامكانيات اللي احنا اتعلمناها واحنا شغالين؟ انا عايز ما ينتهي بميم دال بالشكله دي، فاكرين حضراتكم؟ بس اتاكد مثلا ان هو احمد او ايه او محمد. فاكرين لما قلنا اللوك بيهايند بالنسبه للوك اراوند البوزيتيف لوك بيهايند؟ فانا ممكن مثلا اجي اقول ايه والله ده هي الميم دال دي يسبقها على سبيل المثال، وانا افترض اما مثلا ح، هي اصلا محمد ميم او 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 انا اسف اهي ح ميم دال، فانا حاجي انا عايز بس الالف مثلا على سبيل المثال. فلو رحت هنا فوق وقمت قايل له مثلا انا محتاج الالف بتاعتي اهي، هيقول لي اهو Arabic letter الف، هات الكود ده كوبي، هقوم رايح هنا اهو، وهقوم حاطه هنا ايه، هقوم حاطه هنا بيست. في حاجه بس عندي غلط وانا لازم اتاكد منها دلوقتي حالا في كتابتي للايه للباترن ده اهو، شيل ده خالص، ابدا الاول بعلامه استفهام كده بالمنظر ده، وهات معايا على طول مباشره اليونيكود بهذه الايه بهذه الشكله اهو. سوري معلش انا اسف، عشان بس بي اتش بي، سوري معلش. وبعدين ده حرف الالف، وهات لي الحاء والميم والدال. فانا هكتب هنا مثلا على سبيل المثال احمد ومحمد بالشكل دي. طبعا انا هنا بقول له ايه، ح ميم دال يسبقها الف. طب ايه رايك كمان لو قلت له اور بالشكل ده كده، ويسبقها عايزين مثلا حرف الميم، ميم او Arabic letter ميم، هات اليونيكود نمبر بتاع الكاركتر نفسه حطه هنا. فكده قال لك ايه، اكني انا بقول له اتاكد بعد اذنك ان في كلمات زي احمد او محمد موجوده في النص بتاعتي. شوف بقى ده جمال اليونيكود، لان طبعا حضراتكم عارفين اللغه العربيه دخلت في اليونيكود، وكل حرف فيها له رمز معين. وبالتالي انا هنا بقى حطيت بس الموديفاير ده اليو، علشان اليو ده بيقول للانجن في البي اتش بي ان انا كمان بدور على يونيكود كاركترز. جي طبعا فور جلوبال، يعني دور لي جلوبالي في النص كله على هذه الشكل. استخدمت بقى هنا ايه، استخدمت هنا باك سلاش اكس وما بين كيرلي براكتس حطيت الرقم بتاعي. لو في الجافا سكريبت بقى العمليه هتبقى مختلفه تماما زي ما حضراتكم عارفين، لكن في البي اتش بي طبعا انا قلت ايه، شوف انا استخدمت كمان يعني العمليه شويه، يعني حطيت مثال يعني معقد شويه، ان انا بقول له ايه اخر الكلمه ح وميم ودال، وتاكد لي ان قبل الح والميم ودال اما دول الف او اما ايه او اما ميم، وفعلا رجع لي اتنين ايه اتنين ماتش. يبقى فعلا زي ما حضراتكم شفتوا معايا احنا ممكن ببساطه شديده جدا كمان ان احنا ندور على الحروف العربيه اما ليترالي او باستخدام اليونيكود، او الحروف الاجنبيه الغير انجليزيه برضو اما ليترالي او باستخدام طبعا اليونيكود. يفضل بقى في الحاله دي طبعا اليونيكود افضل بكتير علشان السبورت بتاعي، وهتبقى العمليه اسهل. واكيد ممكن تكونوا حضراتكم شفتوا سكريبتات قبل كده فيها يونيكود بس ما فهمتوش الرموز اللي قدامكم دي عباره عن ايه. فهو طبعا بيدور على رقم معين، رمز معين داخل الكاركتر سيت اللي بتمثل اللغه بتاعته او اليونيكود بتاعتي على سبيل المثال
في اللغه بتاعته، فبالتالي بيستخدم اليونيكود نمبر ده علشان يقدر بسهوله ان هو يوصل لمجموعه الحروف دي بدل ما يدور عليها ليترالي او حرفيا. فلو رحنا برضو مع بعض على بي اتش بي بقى عشان دي مهمه جدا، هنشوف كده بي اتش بي بي سي ار البيريل كومباتبل ريجولار اكسبريشنز. المانيوال هنا لو حضراتكم جيتوا بصيتوا معايا هتلاقي ان انا عندي هنا البي سي ار اي ريجكس سينتكس. لو رحنا مع بعض مثلا لليونيكود كاركتر بروبرتيز، دي مهمه جدا برضو علشان حضراتكم تعرفوها. البروبرتيز هنا جماعه برضو بتسهل جدا عليكم حاجات كتير جدا وانتم شغالين. يعني مثلا انا لما بكتب فوروردز، انا اسف باك سلاش بي بي بالنسبه لي، بحط بعديها بروبرتي معينه علشان اقول ان انا عايز ابحث عن شيء معين. يعني على سبيل المثال لو حضراتكم كنتوا بصيتوا هنا هتلاقوا دي سبورتد بروبرتيز، مثلا حرف ال مثلا ده فور ليترز، حرف مثلا زي الان فور نمبرز. يعني مثلا ونفترض ان انا بدور على ارقام في اللغه العربيه على سبيل المثال، عندي هنا مثلا رقم زي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ونفترض. انا لو جيت دلوقتي ادور عليها، بص 1 2 3 4 5 6 7 8 9 صح كده، او ارقاما باليونيكود انا اسف زي ما انتم حضراتكم عارفين، او اني اجي بقى في بي اتش بي اقول له ايه، اقول له بي واقوم حاطط هنا ما بين اتنين كيرلي بريسز، اقوم حاطط البروبرتي اللي انا عايزها زي مثلا حرف الان. الان ده بيقول لي ايه؟ بيقول لي بعد اذنك دور على اي نيومريك كاركتر، اي رقم، اي رقم في اي سكريبت موجود. فبص حضرتك هنا ده بيماتشز اني كايند اوف نيومريك كاركتر، اي رمز رقمي في اي سكريبت سواء عربي انجليزي هندي وات ايفر بقى. ممكن طبعا اقول له مثلا على سبيل المثال ونفترض 3 بالمنظر ده كده، فشوف طلعهم لي ثلاثات زي بقى ما بنكمل كده 1 2 3 اهم، 4 5 6 اهم، 7 8 9. او سي مثلا اقول له بلس، جاب لي الرقم كله على بعضه. لو انا بدور برضو على عربي ورا بعضه على سبيل المثال، او كاركترز عربي ورا بعضيها كلاس كامل، ممكن مثلا اقول له ونفترض على سبيل المثال كده بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، واجي هنا واقوم قايل له والله بعد اذن حضرتك انا بدور على ايروبيك بس هنا سكريبت بقى. طبعا ده بيماتش اي كاركتر في الارابيك سكريبت. لو حضراتكم جيتوا بصيتوا على اليونيكود بيج هنا هتلاقوا انه في بعض البروبرتيز كمان سبورتد سكريبتس من ضمنها العربي. انا بس بكتب ايه؟ بي وبعدين ما بين كيرلي بريسز ارابيك، وبالتالي هنا لازم حضراتكم هتشوفوا معايا اهو، بص جايبهم لي احرف. انا بقى ممكن اقول له ايه؟ ونفترض اقول له لا سوري بلس، انا اسف كده بلس، يبقى بسم الله الرحمن الرحيم. عندي فور ماتشز، فور ماتشز. تعالى مثلا نجرب حاجه تانية مثلا زي بسم مثلا لا ولنفترض انا اسف احمد 1 2 3 4. هنا بقى انا عايز مثلا اجيب على سبيل المثال انه في سبيس بعد مثلا الحروف العربيه، وكمان هدور على اربع ارقام. فهنا هقول له ايه بقى؟ ما انا مش هقول له دي واقول له 4 كده بالمنظر ده اهو. ولو انا حبيت ادور على نيومريك كاركترز على طول هقوم جاي هنا اهو قايل له ايه؟ بي، وهقوم قايل له ايه؟ ال بالنسبه لي هنا. طب بص بقى معايا ايه الفرق هنا بالنسبه لك بقى بالشكل دي؟ اختلفت تماما، وبالتالي لازم تعرف ازاي تقدر تستخدم الايه؟ ازاي تقدر تستخدم البروبرتيز بتاعتك وانت بتدور جوه النصوص اللي شغال فيها. طبعا المانيوال بيسبورت او بيدعم مجموعه كبيره جدا من المعلومات عن البروبرتيز اللي موجوده وعن السكريبتس اللي موجوده. وانا قلت لكم ان احنا مش هنتعمق جدا في الريجولار اكسبريشنز، واحنا هنركز دايما على الاساسيات، لكن كان لازم جدا ان انا اتطرق للنقطه دي واوضح حاجات مهمه فيها علشان الناس تبدا كمان تقرا. انا واحد من الناس لما بحب اشتغل على لغه مختلفه على سبيل المثال بخش على المانيوال كده وبقرا، بشوف هنا مثلا جزئيه اليونيكود كاركتر بروبرتيز، ايه البروبرتيز اللي انا ممكن استخدمها؟ طب ايه السكريبتس اللي هي اوريدي سبورتد باللغه نفسها عشان اقدر اعرف ان كنت هستخدمها ولا لا؟ طبعا ده يهمك جدا لو انت شغال على مالتي لانجوج مثلا، او مالتي لينجوال ابلكيشن، او مالتي لينجوال مثلا مالتي لينجوال ديفلوبمنت ويب سايت او ويب ابلكيشن او وات ايفر، ايه السكريبت اللي انت بتكتبه
فبالتالي انت ببساطه شديده جدا عرفت ان دلوقتي انت ممكن تستخدم اليونيكود، وممكن تستخدم كمان البروبرتيز والسكريبتس باستخدام البي بالنسبه لنا كميتا كاركتر، علشان نقدر بسهوله جدا ان احنا او انكر انا اسف عشان نقدر بسهوله ان احنا نحصل على ايه، نحصل على الريزلتس اللي احنا محتاجينها بس من يونيكود كاركترز. ممكن تكون مالتي بايت كاركترز مش سنجل بايت كاركترز زي اي وبي وسي 1 و 2 3 والسيمبلز البسيطه اللي احنا عارفينها زي الاند والاور او سبيل المثال مثلا الدولار ساين، لكن ممكن تكون كمان في احرف عربيه، ممكن تكون مثلا في على سبيل المثال لغات اخرى وهكذا. دي كده كانت محاضره بسيطه عن جزئيه اليونيكودنج وبعض من البروبرتيز اللي احنا شفناها البسيطه في البي اتش بي. طبعا يهمني جدا كمان انه انتوا تبصوا على الموديفايرز الموجوده هنا في البي اتش بي، لانه الموديفايرز بتاعتنا يا جماعه مهمه جدا جدا. الموديفايرز بتاعتنا هي اللي بتحدد الانجن اصلا هتشتغل ازاي. فبالتالي لو رحنا هنا مثلا على الموديفايرز في الريجكس هنلاقي عندنا مثلا اي فور كيس سنسيتيف، يعني انا مثلا بقول له ولنفترض على سبيل المثال شيل الكلام ده خالص كده اهو، انا بدور على محمد جلوبالي، فطبعا انا لو كتبت هنا محمد ما يحصلش ماتش. طب لو انا خليت الام دي كابيتال يحصل ماتش ليه بقى؟ لانه regular expressions طبعا احنا قلنا ان العمليه فيها كيس سنسيتيف، لكن انا لو جيت حطيت هنا ام سمول عادي وجيت هنا بقى قلت له اي فور كيس انسنسيتيف، يعني ما يهمكش سواء كان انا كنت كاتبها في الباترن بتاعي كابيتال او سمول، انت دايما دور زي ما تدور طلعها سواء كابيتال او سواء كانت سمول. لو قلت مثلا محمد على سبيل المثال هتيجي محمد هتيجي وهكذا. فكيس انسنسيتيف وات ايفر كانت كابيتال او سمول. شفنا مع بعض كمان اليو فور يونيكود، شفنا مع بعض الجي فور جلوبال، في كمان عندنا حاجات زي المالتي لاين احنا شفناها برضو مع بعض حرف الام لما كنا بنشرح الانكرز النهارده. من الحاجات برضو الجميله جدا الاس، if this modifier is set الدوت هنا بقى بتماتش كل الكاركترز حتى النيو لاين، لان احنا عارفين ان الدوت بتماتش اي كاركتر ما عدا النيو لاين او التاب او السبيس وهكذا. لا هنا بقى الاس لو اتحطت هتقدر ان انت تخلي الدوت تبقى بتماتش اول، حتى هو بيقول بص بيقول لك ايه دوت اول، في بعض لغات البرمجه الاخرى هتلاقيه كده بيقول لك زي ايه دوت ماتش اول، يعني دوت بتماتش كل حاجه. طبعا في ايضا مجموعه ثانيه من الميتا كاركترز، انا اسف الموديفايرز اللي ممكن نشوفها اللهم ذكرني يا رب المانيوال الموجود، يهمني جدا ان انتوا تقروها. في حاجات انا بستخدمها وفي حاجات انا ما بستخدمهاش، لكن انا بطلع مباشره دايما على المانيوال من وقت للتاني علشان لو وقفت معايا حاجه اقدر ان انا اعرف، لانه طبعا ما فيش مبرمج في الدنيا كلها هيحفظ المانيوال ده كله على بعضه كامل، لكن بقدر المستطاع من فتره للتانيه بيخش على المانيوال بيبص على الصفحات لو فيها اي ابديتس، بيبص على الجديد في اللغه، وبيبص على بعض من العناصر التابعه للجزئيه اللي بيتكلم فيها، زي مثلا ولنفترض الريجولار اكسبريشنز ده انا عندي موديفايرز يبقى لازم اشوفها، عندي مثلا ولنفترض كونستنس اشوفها، عندي مثلا مجموعه من ال اللهم ذكرني يا رب الانكرز علامات مميزه بشوفها. معظم مثلا المانيوال ممكن تلاقي مثلا مع كل حاجه في بري ديفايند كونستنس، في اكزامبلز، في مثلا مجموعه من العلامات ممكن التقنيه نفسها تستخدمها او الاكستنشن يستخدمها، فبالتالي انت بتبص عليها. اشكركم جدا، والمحاضره الجايه هنتكلم بقى اخيرا عن البريك فانكشنز، هنشوفها مع بعض سريعا علشان نبدا ان شاء الله باذن الله بعد كده في قواعد البيانات. موضوع الريجولار اكسبريشن موضوع كبير جدا فعلا، لكن يتطلب مننا ان احنا نحاول بقدر الامكان ان احنا نمارس فيه. في كتاب جميل جدا جدا طبعا اللي هو ماسترنج ريجولار اكسبريشنز، ده واحد من ضمن الكتب المهمه قوي، بس ما انصحش بيه نهائيا الا وانت يعني اشتغلت كتير ريجولار اكسبريشنز علشان لما تخش عليه تقدر تفهم فيه. وفي نفس الوقت كمان المرجع اللي انا اديته لكم النهارده regular-expressions.info واحد من ضمن المراجع الجميلة جدا جدا على الانترنت. في ايضا اكتر من مرجع ولكن ده واحد برضو من ضمن المراجع الجميلة قوي. في برضو مرجع تاني انا كنت شفته كنت بشوف فيه مجموعة من المودز بتاعت الانجنز نفسها كمان زي الليزي مود والجريدي مود، في كمان مودز تانية ممكن انت تشوفها، وهو موقع ريجكس او ريج
ري اكس، انا اسف، ري اكس اي جي جي دوت كوم. وممكن نبص على مجموعه العناصر او التوبكس الموجوده فيه، برضو ممكن يفيد جدا جدا في هذه الحالات. الموضوع طبعا زي ما قلت لحضراتكم مش معقد، في نفس الوقت مش بسيط قوي، لكن احنا قدرنا نلمه الحمد لله رب العالمين. فهمناه، فهمنا مجموعه الرموز اللي كنا بنشوفها قبل كده ونلاقيها غريبه جدا ومش فاهمين ده يعني عباره عن ايه، لكن قدرنا نعرف ان احنا عندنا تكست سيرش انجن قويه جدا جدا متمثله في ما يسمى بالريجولار اكسبريشنز. ممكن تقول عليها انها لغه بسيطه جوه اللغه الاساسيه بتاعتك، اداه مهمه جدا من ضمن الادوات لازم المبرمج او المطور المحترف يماستر السكيل. اشكركم جدا، اشوفكم في المحاضره الجايه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.